مولاي. كنت عم زور أمي فقلت بيجي وبزورك. طمنيني كيف وضعك؟ من ذوقك يا مولاي، أنا الحمد لله منيحة بفضلك. ابني أخيرا شفته، شو لسه بدي أكتر؟ مو من السهل طبعا إنه تقضي كل هالعمر وأنت بعيدة عن ابنك. هالشي صار لأنه اتهموكي بالتآمر لتنصيب بيزيد على العرش. مولاي نهائيا. كل شي صار بالماضي بالنسبة إلي مو مهم، اللي بيهمني اليوم في حالة وجهت لك تهمة تانية أكيد ما رح أكتفي بالنفي. شو لزوم هالكلام هلأ؟ ليش أنا شو عملت ليكون عم تتهموني إني ورا اللي صار معكم؟ خير سلطانة؟ أغوات تعالي ساعديني، سكية سلطانة رح توقع. أغوات أمي. أغوات شو بك أمي؟ جيبوا الحكيمة. شو صار لك؟ جيبوها بسرعة. لا تخافي أمي، أنا جنبك. طمنيني شو الوضع؟ سلطانة مشي الحال. كرمال شوف ابني، شوف شو اللي صار فيني. أنا شو قلت لك؟ قاسم أول ما ترجع لوعيها رح تتهمني باللي صار. ارتاحي سلطانة، الحكمة طمنوني وما في داعي للخوف. أمي نشكر الله يا ابني على كل حال. على كل الحمد لله أنه في دواء وفي حكمة هون. سلطانة، مولانا السلطان ليش إجا لهون؟ شو قال لك لحتى هيك ساء وضعك؟ ولا شي، هيك زيارة عادية، ما في شي مهم. أمي ما في داعي تخبي، شو اللي صار بدي افهم. مو السلطانة قسم حاولوا انه يغتالوه، عم بتشك انه انا السبب. اكيد اخوك السلطان ما عم يفكر مثله، بس هي كلها سموم امه السلطانة. يعني مثل ما طردتني بالماضي من هون بالافتراءات بدها تساوي نفس الشيء اليوم.